عمل يا عيال ها؟ قولها اللعبة يا عيال سهلة عندي أنا. عندك لعبة أنت؟ إيه. يضربني يضربك ولا شو اللعبة؟ لا. ترمي وتنتف. المفروض العيال يستغلوني صار يستغلوني. يلا يلا عيال نشوف نين اللعبة. هذه معلومة مهمة يا أستاذ عبد الله. يلا يا أخوان معلومة. يا الدكتور الفاضي. حسام جرينجل. المخ جرينجل. أبو جماري يلا. وين التمرين؟ تمرين تمرين يا أخوان في تمرين. تمرين ضغط. تمرين رياضي. يلا أبدأ. تعال العاكلهم كارهين تعال خليك مرايح خليك مرايح خليك مرايح خليك مرايح على فكرة احنا اللي جينا احنا اللي جاوبنا صح ايه بيض الله جيكم ها امشي العب معنا تمرين يا اخي يلا بس ابغاك تعيد يا جميري ايش قلت لي قبل شوية افيدني قبل شوية ايش قلت لي يا جميري الله يطول عمرك خلاص عيد لي يا بريطانيا ابشر الله يطول عمرك الله يسلمك يا جماعة الان قبل ما كل شيء نسخن تسخين يا عيال يلا كانك اي كانك واحد قبل اسمع يا عيال كانك واحد قبل تكفون 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 لا تكفون تكفون كانك واحد قبل عيال كانك اسمع يا اخي عشان تحرك جميع والله 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 يا اخي انا احب اسحب فقرات دائم تعرف ليش؟ الجسم يا اخي انت شغال تنجح فقرات جسمك لما تسوي فقره سخيفه يا اخي والله هذه كيف تطلع على الهواء تو ياسر الحزيمي الدكتور ياسر ايش قال لك؟ قال يا اخي قدم شيء فائده كذا طيحت السبوره هذه فائده السبوره هذه قالوا قاعد يوجهوني انا قدمت فائده والله تفكرت يا جمال والحين قاعد نتمرن كلام ياسر الحزيمي وجهك نفسك بنفسك سكت والله الحين ترى قاعد اسمع من اللي قال لك تمسك الربيت من اللي قال لك تمسك الربيت من اللي قال لك اعدمتني يا اخي اعدمتني قل لي اعدمتني قل لي المخرج يقول لا تسوي اسمع تدري شو الوضع يعني هم قال تدري شو الوضع الوضع انه حتى ذولا يا اخي بيض خلينا نروح نسوي لنا بيض ثاني نظامك انت نروح نسوي لنا بيض ثاني يا مش دين لا مش دين لا اسمع خروح لا نلبس تدري شو ودي الحين؟ نروح نلبس نلبس نجي يلا ايش تلبس؟ نلبس اي شيء ونجز الطب بدل ما بدل ما اوه بدل ما عنده بروفة تعال 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 دقيقة خمسة تعال 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 اسمع خروح نلبس نلبس يمني وكذا ايش القيمة